وعشان نتعرف ازاي الممشى بمراحله المختلفه في المحافظات بيساهم في الحفاظ على نهر النيل وكمان بيظهر جمال المدن اللي بيقام فيها، ينضم الينا الان عبر الهاتف الدكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني. دكتور سيف، بدايه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كون ان يبقى في ممشى واكثر من ممشى، حضرتك شايفه ازاي؟ كون ان هو يكون متنفس المصريين، مشهد جميل، نظافه دائما بيتم وضعها في الاعتبار، تعليقك على هذا الامر. هو الفكره الاساسيه في ممشى مصر ان المصريين للاسف الشديد كانوا بيستخدموا كورنيش النيل من أول اسكندرية لغاية أسوان استغلال سيء، ومن ضمنه اللي حصل تلوثات كثيرة قوي في نهر النيل. فكانت الفكرة الأساسية إيقاف هذه التلوثات، أيضا الاستفادة من كورنيش النيل. وما كانش هيحصل استفادة من كورنيش النيل غير لما يحس المواطن إن في استفادة مباشرة له هو، وده اللي حصل فكرة ممشى مصر. يعني احنا لما نبص لممشى مصر في كذا محافظه، النهارده موجود في محافظه الليوبيه في بنها، يبقى ده معناه ان الدوله مش بتهتم بس بالقاهره ومنطقه وسط البلد، لا، ده هذا الممشى لكل المصريين في كل الاحوزه العمرانيه، سواء في بنها، سواء في القاهره، سواء هيكون في أسوان، سواء هيكون في رشيد أو دمياط، يبقى مصر لكل المصريين والممشى أيضا لكل المصريين. نعم. طيب، وحضرتك أستاذ تخطيط عمراني، إلى أي مدى المظهر الجمالي كمان مهم وقت التخطيط العمراني؟ يعني الدولة في السنوات الأخيرة بقت مهتمة جدا بفكرة إن العين الخاصة بالمصري تاخد على الجمال، ان يبقى كل الرؤيه هي رؤيه لامور جميله. اهميه هذا الامر بالنسبه للتخطيط العمراني بيتم رسمه ازاي؟ طبعا كان حضرتك مظبوط ان القاده السياسيه بعد 2014 خدت على عاتقها رفع جوده حياه المواطن المصري، وده جزء يعني النهارده لما الدوله تهتم بجزئيه ممشى اهل مصر، ده جزء من استراتيجيه رفع جوده الحياه لكل مصري على 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 ارض مصر. بدات الدوله بالقضاء على الاسكان العشوائي وما كان يعني بيمثله من سلبيات متعدده وارتفاع معدلات الجريمه وتلوث بصري، قضت على الاسكان العشوائي شديد الخطوره. النهارده الدوله مستمره في ممشى اهل مصر، كل ده بيحسن الصورة الذهنية ويؤدي إلى استمتاع المواطن بالتنقل وإحساسه بالانتماء أكثر. أنا لما أحس إن أنا ماشي على كورنيش، منطقة نظيفة، منطقة مؤهلة، فيها أماكن إن أنا ممكن أقعد فيها، فيها مكان للدراجات، فيها مكان لذوي الهمم، كل ده بيعد فكرة إن مصر لكل المصريين. نعم. دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا يا فندم.